صحاباتي من ايام فاش كنت كنقرا كندرس في مدينه فاس، وداز الايام وعاودوا شجعوني مره ثانيه، وماما شجعتني حتى هي وشاركت، شجعت وشاركت. البروجي هو تتميم الموروث المائي بمدينه صفرون تحديدا وداكاي. ما كنتش كنتوقع، كنت كنتوقع شويه، وكيبقى داك ستريس. كتشوف انا بنات كاملين زوينات عندهم دي بروجي، اهميه هو البروجي، المشروع عندهم زوين، دارسينو مزيان، وكيفاش باش كتقول يمكن انا البروجي ديالي ما ماشي في المستوى، ولكن الحمد لله انا وكان في المستوى. شنو يزيدني؟ يزيدني يمكن الشهرة. تاني حاجة يزيدني الثقة في راسي أكثر، ويزيدني أنني نحقق كما قلت المشروع ديالي، ونكمل لاكارير ديالي إن شاء الله في الدومين ديالي لا ميكانيك. ألوغ ديجا أنا عندي ديبلوم أون جيني ميكانيك بروديكتيك، بغيت نكمل لا ليسونس من بعد الماستر إن شاء الله. الوغ رسالة ديالي لأي بنت بغات تشارك في المهرجان، نقول لها أنها تشجع وتشارك وتثق في راسها أكثر وتخدم على المشروع أكثر.